ايه اللي حصل في الفيسبوك؟ هقول لك يا سيدي، في جريده اسمها بيزنس انسايدر. الجريده دي قالت ان في 533 مليون حساب على الفيسبوك اتسرب ببياناتهم على مواقع قرصنه، يعني تليفوناتهم وبياناتهم الشخصيه، وبالرغم من ان البيانات دي قديمه لكنها ممكن تستخدم في عمليات الاحتيال. طيب ايه هي خسائر مارك والفيسبوك من الحركه اللي حصلت دي؟ يقال ان المؤسسه كلها خسرت 6 بليون دولار، والاقتصاد العالمي خسائره تجاوزت 161 مليون دولار في 6 ساعات. مين بقى اللي ورا الليله دي؟ في وكالات انباء قالت ان الحركه دي ما تطلعش بره الصين، وحسب وكاله رويترز ان اللي عمل الحركه دي عيل عنده 13 سنه. العيل ده اسمه سين جي سو، واول ما الفيس والواتس والانستجرام سقطوا في مواقع تانية استفادت من الحركة دي، زي التليجرام في الشات مثلا، وتويتر والتيك توك واليوتيوب. الكلام ده اللي قدرت ألمهولك في الوقت الحالي، والأيام اللي جاية هنعرف أكتر عن الموضوع ده. كان معاكم أحمد عوض، السلام عليكم ورحمة الله.